وفي نفس السياق قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند إن الاتحاد الأوروبي سيقترح على الدول الأعضاء استقبال 120 ألف طالب لجوء خلال سنتين يوزعون عبر نظام حصص عليها. وأضاف أولوند أن بلاده ستستقبل 24 ألف لاجئ. من جهة أخرى قال مصدر في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية وضعت مجموعة جديدة من الحصص لكل من بلدان الاتحاد الأوروبي تقضي بأن تستقبل ألمانيا أكثر من 40 ألف لاجئ وفرنسا 30 ألفا من مجمل 160 ألف شخص يجب نقلهم من إيطاليا واليونان والمجر. وترفض بعض الدول الأوروبية إلزامها بحصص كهذه.